السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي غنشارك مع الأخوات اللي طلبوا مني طريقة كيفاش يحضروا الوصفة الشعبية والوصفة التقليدية للمساعدة على الحمل بالنسبة للزوجين. الوصفة اللي معروفة يعني كيف ما ذكرت لكم وصفة حب الرشاد والبصل والبيض وزيت الزيتون. هذه الوصفة هذه فعلا 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 هي وصفة كتفيد المرأة اللي كترضع وكتفيد المرأة اللي بحرى والدة يعني النافسة، وكتفيد أيضا في المساعدة على الحمل باذن المولى عز وجل، وكتفيد حتى الاخوات اللي عندهم نقصان في الوزن. هذه الوصفه هذه كتزيد حتى في الوزن، وايضا لان حب الرشاد فاتح للشهيه وزيت الزيتون والبيض يعني غنيين على التعريف، فيهم مواد غذائيه جد مفيده للجسم ديالنا، وايضا البصل يعني معروف بالفوائد ديالو. هاد الوصفة هادي ديال اليوم اللي غنشارك معكم طلبوها بعض الأخوات وبغاو يعرفوا الطريقة يعني كيفاش نحضروها. اليوم حبيت أنني نشاركها معكم أخواتي اللي كيهمها الأمر أنها يعني تستافد من هاد الوصفة هادي، يمكن لها تتبع الفيديو من الأول حتى الأخير جزاكم الله خير باش تعم الفائدة وتجربوا هاد الوصفة هادي ويكون خير بإذن المولى عز وجل، كل شيء بإذن الله. هاد الوصفة هادي كيف ما ذكرت لكم غادي نطيبوها جميع وغادي نشاهدوا الطريقة. واما بالنسبه للطريقه ديال التناول ديالها، هاد الوصفه هذه نقدروا نتناولوها 4 مرات في الشهر، يعني حتى 3 مرات في الشهر، ماشي مشكل. في اي وقت حبيتي انك تستعملي هاد الوصفه هذه انت والزوج ديالك، تناوليها كوجبه غداء او كوجبه عشاء. الا ما بغاش الزوج ديالك يتناولها يمكن لك تستعمليها وتنقصي في المقادير ديال هاد الوصفه هذه. اليوم هاد الوصفه ديال المقادير ديالها اللي غنشارك معكم هي ديال 2 ديال الاشخاص، غيتناولوها 2 ديال الاشخاص على بركه الله. بلا ما نطول عليكم اخواتي، كيف ما ذكرت لكم المكونات سهله وبسيطه، غنحتاجوا 2 حبات ديال البصل، وغادي نحتاجوا حب الرشاد، وغادي نحتاجوا زيت الزيتون، وغادي نحتاجوا البيض. الا كان يعني البيض البلدي يكون احسن. بالنسبه لهاد المكونات هاد المقادير هي ديال 2 ديال الاشخاص، اما الا استعملتي الا استعملها غير شخص واحد تستعملي راس بصل صغير، وتستعملي يعني راس ملعقه صغيره من حب الرشاد، وتستعملي القليل من زيت الزيتون، وبيضتان فهما كافيتان يكونوا وجبه على بركة الله. الطريقة كيفاش غادي نبداو؟ أول حاجة غادي نبداو بها وهي تقطيع البصل يعني إلى شرائح صغيرة رقيقة باش يسهل عليها أنها تطيب بالزربة. كيف ما كتشاهدوا أنا شلطت البصلة ديالي، هذا هو يعني البصلة تتكون مقطعة طروفة صغار، هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نمروا المرحله ديال باش نطيبوا هاد البصله هادي، ننتقلوا للمرحله باش تشوفوا بعينيكم يعني تبعوا معايا. دابا انا درت المقله ديالي على النار وغادي نضيف فيها زيت الزيتون كيف ما كتشاهدوا. غادي نضيف واحد شويه ديال الكمون، الملحه عفوا، وهي بالنسبه للملحه اختياريه. غادي نضيف واحد شويه ديال الكمون، ودابا غادي ندير البصله ديالي باش تشحر مزيان. غادي نحرك البصلة ديالي مزيان، نحاول ما نشحرش البصلة، ما نطيبهاش بزاف، تبقى شوية باش يبقى المفعول ديالها. هذا هو السر في هاد البصلة، يعني ما خصهاش طيب بزاف، كنشحروها باش يحيد منها ديك يعني الحرورة ديالها باش نقدروا نتناولوها.
نخليوها دابا تحار شويه ونمروا الحبار بالبيض. دابا نمروا باش نحضروا البيض ديالنا. من بعد طبعا ما نكونوا غسلنا البيضات، ومن بعد ناخذوا حب الرشاد ديالنا ناخذوا منه كيف ما قلت لكم غير القياس، ما تكثروش منه، راس ملعقه صغيره يعني نص ملعقه صغيره كافيه لهذه الوجبه هذه. ونحركهم بجوج بهذا الشكل حتى تيندمج لينا البيض مع حب الرشاد. ممكن ليكم تضيف واحد شويه تاع الكمون على البيض. الدور ديال الكمون في هذه الوصفه هذه هو كيساعد على الهضم الا تناولتوا هذه الوصفه هذه في وجبه العشاء. واللي بغى يزيد في البيض واحد شويه تاع الملحه ماشي مشكل، او شويه تاع الابزار تاع هو زوين، هو كيعطي واحد النكهه لهذه الوصفه هذه. نحركوا مزيان دابا. من بعد نرجعوا البصله ديالنا اللي على النار. هذه هي البصله ديالنا اللي كتشحر كيف ما كتشاهدوا، اللون ديالها تغير ولات دابله شويه. نزيدوا لها عي شويه ومن بعد نضيفوا البيض ديالنا مع حب الرشاد. هذه الوصفه هذه هي يمكن للمراه اللي كترضع كتفيدها بزاف، يمكن لها تناولها مره مره فقط الرضاعه. وايضا الاخوات اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم حتى هي يمكن لهم يديروها، يمكن لهم يتناولوها مره في اليوم، زوينه بزاف. وبالنسبه للمراه اللي بغات يعني بغات تساعدها على الحمل يمكن ليها تناولها من 4 مرات حتى 3 مرات هي والزوج ديالها، فهي كتفيد باذن المولى عز وجل. وجربوها النساء يعني الامهات ديالنا. هذه الوصفه هذه ما كتحتاجش انني نشكوها لكم، يمكن لكم تسولوا عليها وصفه البيض والبصل وحب الرشاد. كاين اللي كيضيف عليها الحليب، بزاف ديال الاخوات ما كيبغيوش الحليب، داكشي علاش ما درتش انا الحليب هنا. يكفي زيت الزيتون والبصل والبيض وحب الرشاد، فهما يعني مكونات غنيه على التعريف. بالنسبه للاخوات اللي كيعانيو من شي مشكل صحي يعني عندهم شي مشكل، دائما نعالجو المشكل اولا عاد يمكن لينا نستعملو الوصفه. وحتى بالنسبه اللي كيعندهم شي طريق متعدوه ضروري اخواتي اخواني انكم تستشروا مع الطبيب قبل ما تستعملوا الوصفات، لان الطبيب هو اللي كيعرف الحاله ديالكم، هو اللي قريب، هو اللي متبعكم، يعني هو اللي غيقدر يعطيكم واش تناولوا هاد المكونات ولا لا. كنتمنى انكم تسمحوا لي اخواتي، بغيت نشاركهم معكم كيف ما طلبتوا مني مراحل مراحل يعني نطيبوها جميع. هذا هو الشكل ديال البصله ديالنا، هكا غادي نبغيوه يعني ما يكونش طايب بزاف. الشكل ديال البصله ديالنا حنا تنشحروا البصله غير باش نحيد ليها ديك الحروره ديالها باش نقدروا نتناولوها. ودابا غادي نجيبوا يعني البيض ديالنا ونضيفوه لهاد المكونات هذه تاع البصله وزيت الزيتون. كيفما كتشاهدوا هذا هو البيض ديالي على بركة الله.
اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا، كيف ما كتشاهدوا كتجي لذيذه وضروري انكم تجربوها اخواتي، واخا ما تبغيوش يعني واخا عندكم وليداتكم يمكن لكم تجربوها وترجعوا للتقاليد ديالنا القديمه، لان التقاليد ديالنا اغلب الناس ما بقاوش كيستعملوها وولينا يعني مع الحضاره والتكنولوجيا ولينا كنبعدوا بزاف على يعني التقاليد ديال جدودنا ويعني وناسنا والامهات ديالنا هما كنستافدوا منهم بزاف. الله يخلي لكم امهات ديالكم. كنتمنى منكم انكم تجربوا هذه الوصفه بالنسبه للاخوات اللي عندهم تاخر ديال الانجاب، يتناولوها من 4 مرات في الشهر في اي وقت حبيتي تناوليها في وجبه الغداء او في وجبه العشاء مع الزوج ديالك، وتحمي راسك مزيان مزيان من البرد. وحب الرشاد ديروا منه فقط نصف ملعقه صغيره فهي كافيه باش تعطي المفعول ديالها. والاخوات اللي عندهم تاخر الدوره الشهريه وعدم انتظام ديالها يمكن لهم يستافدوا من هذه الوصفه هذه، يعني بنات ومتزوجات يمكن لهم يستافدوا من هذه الوصفه هذه. حتى الاخوات اللي عندهم الشهيه يعني بغاو يزيدوا في الوزن بشكل طبيعي يستعملوا هذه الطريقه هذه ديال حب الرشاد مع البصل والبيض، ويحبذا لو كان البيض البلدي، يعني تكون وصفه رائعه وتكون مفيده جدا بالنسبه اللي بغى يزيد في الوزن، ياكلها مره في اليوم وجبه يا اما في الغداء او في العشاء. بهذه الطريقه هذه غادي تقدري يعني تفتحي الشهيه ديالك وبديتي تناولي الطعام ديالك بواحد يعني تستافدي منه. حب الرشاد هو مفيد والى يعني ما خصنا ما نفوتوش المقادير المسموح بها للتناول ديال حب الرشاد، يعني تناولوا علم المقاييس باش ما ناديوش نفوسنا، لان الشيء الا زاد عن حده كيف ما دائما تنقول غادي نقلب ضده. كنتمنى اخواتي تسمحوا لي الا طولت عليكم في هذا الفيديو، وكنتمنى نكون وصلت لكم الوصفه بالطريقه اللي طلبتوا مني وحبيتو. واستسمح الا كان الفيديو شويه طويل. الاخوات اللي كيقولوا لي تطولي الفيديو فهذا خارج الاراده ديالي، يعني ما يمكنليش نقسم الفيديو، انا بغيت نشارك معكم الطريقه، نطيب معكم الطريقه ونشاركها مع الاخوات اللي بغاو يستافدوا. والله يسهل على كل اخت بغات يعني كترجى من الله الوليدات، كنتمنى من الله ربي يرزقها بالوليدات ويفرحها ويفرح كل محروم. كنتمنى منكم اخواتي اخواني الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم ودعواتكم معايا. ومرحبا بكم على قناتي الثانيه جربوا استافد، حتى هي غتلقاو فيها وصفات بسيطه وصفات فعاله ومجربه. جربوا استافد حتى هي قناتكم، مرحبا بكم فيها. وايضا مرحبا دائما على قناتكم الرئيسيه جربوا حكم، دعواتكم معايا وتشجيعاتكم ليا. والى اللقاء في حلقة قادمة بإذن المولى عز وجل.